السلام عليكم. شو تخفضوا سعر الكهرباء بنفس الوقت تحافظوا على بيئتكم وبيئات اللي حولكم؟ فقط بالإمكانيات اللي معانا نقدر نعملها. بس نشي نسأل كذا شوية، هل الفلوس اللي دفعناها مقابل مشترينا بها ألواح شمسية عادت لنا بفائدة بقدر ما دفعنا؟ هل الألواح الشمسية حافظت على بيئتنا بقدر ما دفعنا من فلوس؟ هل الألواح الشمسية منافسة للمصادر الثانية ولا لا؟ أنا أسامة إسكندر وحدثكم اليوم عن استغلال الأمثل للطاقة في اليمن. بما أننا أكلمكم اليوم عن الكهرباء، فلازم تعرفوا أن الوات هو وحدة قياس الطاقة الكهربائية، وأن الألف الوات هي واحد كيلووات، وأن الألف كيلووات هو واحد ميجاوات. وعشان كذا الواحد ميجاوات أيضا هو مليون وات. في اليمن في السبعينات أسست مؤسسة الكهرباء اليمنية من ثلاث شركات مختلفة، شركات خاصة. عندما أسست كان الإجمالي 10 ميجاوات، إجمالي ضخم، لكن عندنا الناس يشتوا والمجتمع عاد يشتي والتنمية عاد تشتي. في الثمانينات بعد ما أنشأت محطات صغيرة وأنشأت محطات رأس كتيب والمحطة البخارية ومحطة الحسوة بقدرات 150 ميجاوات و160 ميجاوات و166 ميجاوات، كانت قدرات ضخمة. وزاد التقدم وأنشأنا محطة مأرب الغازية قدرة 340 ميجاوات اللي تشكل 35% من إجمالي الإنتاج، لأن إجمالي الإنتاج من 950 إلى 1050 وات حسب مؤسسة الكهرباء. هذا الإنتاج الضخم لا يشكل إلا ثلث الاحتياج وما يصلش إلا 49% من السكان، أي أننا بحاجة أيضا إلى ضعفين المحطات، بحاجة إلى شبكة وطنية جديدة وإلى خطوط نقل جديدة لنوصل إلى باقي الناس. طيب هل هذه المحطات منا فائدة؟ يعني 1000 ميجاوات طيب منا فائدة، ما نشوف كيف ما نسوي بها؟ لا والله، تستنزف حقنا الموارد بمقدار 2,100,000 طن الوقود، وتلوث بيئتنا بمقدار 4,500,000 طن من ثاني أكسيد الكربون، ونخسر سنويا 1,200,000,000 دولار. هذا كله ليش؟ هل هي طاقة يعني نظيفة؟ ولا للأسف ما فيش معنا ولا محطة طاقة نظيفة، كل المحطات كذا. يعني 2,000,000,000 دولار، 1,200,000,000 دولار عشان ايش؟ ما فيش حاجة. طيب 2015 خرجت المحطات هذه، خلاص اليمنيين بيشوفوا لهم يعني بديل ثاني حلو وارخص بيحافظوا على ثرواتهم. لا للأسف، كل واحد راح يشتري له مولد وعبينا ديزل وبترول وزدنا الطين بلة وزد خسرنا قيمة المولدات لما انعدمت المشتقات النفطية، انعدم الديزل والبترول، اتوجهنا للألواح، قلنا ما ندخل بالعصر الذهبي، اليمن بتدخل بالألواح والطاقة النظيفة، عصر ذهبي للكهرباء. كم كمية الألواح يا أسامة باليمن؟ حسب اليو ان اس دي والبنك الدولي وبرنامج التنمية والطاقة، ان اليمن امتلكت في 2017 500 ميجا وات من الألواح الشمسية مركبة في جميع أنحاء الجمهورية، وان هذه الألواح موزعة بنسبة 75% من المناطق السكنية الحضرية و 50% من المناطق السكنية الريفية، بقيمة استثمار 2,000,000,000 دولار. وهذا الاستثمار وهذه الإمكانيات الضخمة تحققت لنا فقط في سنتين، بينما الدول المتقدمة جلست عقود تصلحها عشان توصل لهذا الشيء. يعني كم جلسوا؟ 20 سنة و 30 سنة دول متقدمة عشان توصل لهذا التوزيع في الألواح الشمسية. يعني خلاص، يعني اليمنيين بيحافظوا عليها وألواح كميات هائلة وبنزيد فوقه؟ لا للأسف، للأسف الشديد ما نستخدمش ولا حتى نصه. ليش؟ لأنه المنظومات اللي عندنا في اليمن بشكل لكل مستخدم منظومة منفصلة، وكل واحد عمل الألواح الشمسية إن الشمس مش ثابتة، الصباح ضعيفة، الظهر أقوى، العصر ضعيفة، فصول السنة صيف وشتاء، تجي غبار تجي غيوم، ركب لي الألواح زيادة عشان لما تقيل الغيوم ولا الشمس تضعف تكفينا شوية، يعني معه فائض، كل واحد معه فائض. منظومة البطاريات لما تجي نشحنها بالكهرباء، البطاريات تفقد، يعني عندنا فاقد في الطاقة عندما نشحنها ونفرغها 30%. هذه البطاريات الصالحة والحلوة اللي معانا واللي موجودة باليمن. طيب اللي بطاريته خاربة تطفي على المغرب، هذا يوصل فاقده إلى أكثر من 80%. وزدنا الطين بالله
انه الناس لان الكهرباء الطاقه الشمسيه غاليه بالبطاريات اتوجهنا لفين؟ توجهنا للمحطات التجاريه الموجوده بالحارات وتوجهنا الكهرباء العموميه لما دخلت. يعني مش الا بنخسر الفائض اللي موجود ولا الفاقد اللي بالبطاريات، بنخسر كل حاجه. امكانيات ضخمه ما نخسرها كلها. لا، لازم نشوف لنا حل. طيب ايش الحل يا اسامه؟ الحل هو انه الطاقه اصلا، الطاقه الكهربائيه في بديهياته انه عندما تتشارك بين الناس، لان كل واحد ما يستخدمهاش بنفس الوقت زي ما يستخدمها الثاني، واحد يستخدم قليل والثاني يستخدم كثير بنفس الوقت. فلو تشاركناها احنا نحقق الفائض كله، يعني نستخدمه، نحقق امكانيات ضخمه. طيب كيف؟ كيف يا اسامه؟ كيف ما نفعل هذه؟ اشتري دوله واشتري؟ لا، هذه اشتري فقط في كل حاره، في كل قريه فيها مولد او مولد تجاري او خط كهرباء عمومي نقدر. شوفوا معي، فقط شيلنا جهاز انفرتر. جهاز الانفرتر هذا اول ما يوصل الاشعاع الشمسي فوق الالواح، والالواح تنزل الكهرباء في التيار، توصل لجهاز في التيار وينزل في الاسلاك، يوصل للانفرتر. الانفرتر هذا يجيب لي الكهرباء للبيت، للصالي البيت. طيب في فائض بالالواح تروح للشبكه هذه. لو راحت للشبكه لا فين تروح؟ بقول لكم، بس اذا انت احتكت يعني كهرباء اكثر من اللي موجوده بالالواح حقك، بتاخذ من الشبكه هذه واللي بتجيبه الالواح لك بيوصلك بيتك. طيب وبالليل؟ بالليل باخذ من الشبكه هذه فقط، مش محتاج بطاريات، مش محتاج اخسر في الطاقه الشمسيه. طيب يا سامة فين تروح الكهرباء هذه؟ فين تروح؟ شوف الشكل معي هذا. الخطوط الكهربائيه تمر بالبيوت، كل بيت يدخل له خط كهربائي. هذه بيوت، اثنتين بيوت تملك طاقة شمسية، ألواح شمسية، هذا البيت ما فيش معه، هذا البيت معه أقل من هذا. البيت اللي معه فائض بيمر التيار الكهربائي عبر السلك هذا وكأنه وسيط اللي تابع للمحطة أو تابع للمولد، كأنه وسيط فقط، بينقل الطاقة الفائضة من هذه ويجيب الذي يحتاجه، وكل بيت بيركب له عدادين أو عداد يحسب بالجهتين، إنه أنا كم أخذت وكم جبت من الفائض حقي. طيب، إيش استفدنا كلنا؟ يا أسامة بالله عليك أنا أجيب حقي الفائض هكذا، وهذاك يقول لك قزع كهرباء بالأسلاك، ولا المولد التجاري بيقول لي يلا ابدأ، هو يقيس راقد ما يشتغلش، يقول لي يلا استخدموا حق الشبكة وتبادلوا الكهرباء بينكم، وأنا قيس راقد. لا، تجربة قمنا بين وزملائي بإحدى الجامعات، شفنا إنه العمل بالطاقة هذه بعد تجربة لمدة سنة وحساب الليفلايزد كوست أوف إنرجي اللي هو سعر الكيلووات، وركبنا الطاقة زي ما هي مركبة بالبيوت، شفنا إنه السعر الطاقة الكهربائية كان مفاجأة لنا باليمن بالطاقة الشمسية، كانت 25 ريال، لأن اليمن يتمتع بإشعاع شمسي أفضل من الدول الثانية، كانت 25 ريال بس. هذا في 2017، وحسبتها أنا الآن في 2020 20 ريال، يعني 20 ريال مقابل 200 ريال في المشتقات النفطية أسعار الكهرباء. هذا فارق ضخم، يعني إحنا كلنا نستفيد. الذي بيغذي الكهرباء الشبكة بحقه الفائض بيستفيد، يقدر يبيعها حتى 100% ربح واكثر. الخط التجاري هذا اللي بيمر عليه بتمر عليه التيار بيروح لبيت ثاني، يقدر يبيعه للمستهلك الثاني بربح كمان 100%، لو اشترى من عند هذاك ب 40 ريال مثلا، يقدر يبيعه حتى ب 80 ريال او 100 ريال. طيب استفاد هذا واستفاد هذا، والمستهلك يستفيد انه يرخص عليها السعر، بدل ما هو 200 ممكن يرخص لها 80 او 100 ريال. يعني كلنا استفدنا، والمجتمع كله بيستفيد ان الانبعاث بيقل، والبيئة حقنا بتكون أكثر نقاوة. طيب يا أسامة، متى نبدأ؟ نبدأ بكرة بعده؟ كلامك كله حلو، مو جالس تقول لنا إحنا ما نستفيد وكلنا ما نربح. متى نبدأ؟ بكرة بعده بعد سنة؟ لا، لازم نبدأ الآن، لأن إحنا لو ما بدأناش الآن نخسر ألواحنا في كل لحظة. الألواح ما هيش مخزن للطاقة، الألواح هي عبارة عن عمر افتراضي ينتج فيها الطاقة، كل يوم يقل وكل يوم ينقص. لازم نستفيد منها، لازم نتشارك طاقتنا، وللعالم كله، العالم كله إذا تشارك طاقته أيضا بنقدر نستغل فارق التوقيت والطقس، ونستفيد كلنا، ونستفيد من الطاقة المتجددة أكثر، ونتغلب على الانبعاث الغازات، ونخفف من استهلاك الوقود في العالم كله. باليمن بس، إحنا في اليمن فقط نقدر بالمشاركة هذه وإمكانياتنا الحالية أن نمنع انبعاث 750 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، وندعم اقتصادنا الوطني سنويا ب 300 مليون دولار، نحفز الاستثمار
وندعم عجلة التنمية بطاقة تعم البلاد. رسالتي لأخي وجاري وصديقي والمسؤول في الدولة أن نبدأ الآن، لأن الفرصة هذه لن تتكرر لنا ويشتري لنا الكثير عشان نجيبه. خلاص لازم نبدأ الآن. شكراً.